مع نادي اسكو كنت بتنافس على اهداف الدوري، وصلت ل 14 هدف. هو ده الموسم ده. ولولا الاصابه بس هي اللي عطلتك شويه. لعبتش ماتشين اخرانيين ما لعبتهمش. الكابتن حسن شحاته والكابتن علي خليل 17 و16 وانا 14 هدف. بس ده كان حاجه بالنسبه لي، حاجه كبيره جدا. ان انا اوصل والعب في وسط اللعيبه العظماء دي. ده يعني كان شرف كبير ليا الحمد لله. فاكر اول مكافاه خدتها من نادي اسكو؟ والله انا كنت باخد في الشهر بدل الانتقال 65 قرش، بس كانوا كتير يعني عليا في الوقت، علشان المواصلات وتروح من النادي للبيت. صعدوني الفريق الاول. المكافاه 4 جنيه. حلو قوي، زادت 4 جنيه. يعني دي حاجه بتعمل ال 4 جنيه بقى. ده يعني دي حاجه مبلغ كبير. 18 سنه ولعبت درجه اولى بدري في نادي اسكو. انا كنت بخلص التدريب واعدي على الكابتن شلش، كان بيقعد في قهوه في شبرا. اروح اقعد جنبه يلعب كوتشينه ويخسر. وانا ماشي اقول له يا كابتن دي معيش فلوس اهو. روح مطلع من هنا ربع جنيه. ناس جمال كانت حلوه. ربع جنيه الدهون يعني. اخد الربع جنيه ضيعه وبتاع، وتاني يوم اروح له كابتن عايز امشي، يروح باصص لي قوي كده. ربع جنيه يطلع. ربع جنيه تاني. بعد كده قال لي يا ابني انا مرتبي 15 جنيه. انت بتاخد منه 7 جنيه وربع. خلصت 7 جنيه ونص. عايز اقول لك ان كانت الحياه سهله يا كابتن. في اسكو يا كابتن انت حضرت معاهم من البدايه من تحت، لما كانوا درجه ثالثه درجة تانية وبعد كده صعدوا للممتاز، صح كده؟ بالظبط. أول مباراة رسمية بقى مع الدوري الممتاز مع اسكو تفتكرها؟ كانت في الترسانة. في المحلة. كان ملعبنا احنا نادي اسكو يعتبر في بنها. في بنها. فلعبنا أول ماتش مع الترسانة. جبت جون بالاشتراك مع لاعب زميلي اسمه أحمد عيد. احنا الاتنين حاربنا على الكورة كده. وكسبنا الترسانة في بنها. ده كان أول ماتش رسمي لنادي اسكو. لكن بعد كده كنت مثلا ألعب ضد الطيران أجيب 4 أهداف. هداف كبير. المحلة. جونين. كنت محظوظ قوي على المحلة والترسانة. بعد ما كابتن حمدي نوح بقى بدأ اسمه ينتشر وبدأ ما شاء الله يسمع في كل النشاط، الخطوة الثانية بقى نادي المقاولين العرب، كابتن فؤاد صدقي عايز يضمك المقاولين العرب، وفي الوقت ده النادي الاهلي برضو كان بيسعى لضم الكابتن حمدي نوح. فعلا ساعتها وقتها كابتن كان الكابتن عادل القيعي. ايوه عادل عايز يجيبك بالظبط. وكان مدير الكره في النادي الاهلي وقتها كابتن احمد سقراط. ايوه الحاج احمد سقراط. انا رحت قابلتهم في النادي الاهلي وقالوا لي مستر هيدكوتي عايزك يلعب بمصطفى عبد والخطيب وانت ومختار يكمل من النص. كان الكابتن مختار راح الاهلي بقى. كان راح الاهلي. أيوة. وقتها. فقالوا لي كابتن هيدكوتي اتكلم على انك عايزك وكده، واحنا ممكن نسفرك بره. قلت لهم انا تحت امر النادي وكده. وقتها نادي المقاولين العرب كان صاعد من الدرجه الثانيه. والكابتن فؤاد صدقي كلم المهندس حسين عثمان. جيت للمقاولين اول سنه صعود لدوري ممتاز. واللي وعد منعم الحاج كان المدرب بتاعي. والكابتن ابراهيم الوحش. وكان الكابتن فؤاد صدقي الهيد كوتش. وبعدين جابني يوم الاربعاء. رحت وقعت يوم الاربعاء في نفس اليوم اللي رحت فيه عشان تقعد مع كابتن. وعندنا يوم الجمعه الاهلي. اوبا. في استاد القاهره. وانا بقالي 3 شهور مريح. مريح. فقلت لكابتن فؤاد انا كابتن معلش الماتش ده وبتاع. قال لي لا انا هنزل معاك الملعب. كان الكابتن فؤاد ما ينزلش الملعب. لابس شورت بتاع تنس وتيشيرت والهاف بوت. الكوتش الخفيف ده. وخدني على الجول، عمل لي 5 اوفرات من اليمين. وخمس اوفرات من الشمال. وقال لي بص عايزك بس تعمل الكوره كده. احساس المهاجم بس. بالظبط. قال لي ما تستعفاش. قال لي انا هنزل انت العصاية اللي انا بلسوع بيها. انت اقف بس في وسط مصطفى يونس. عايزك تجيب لي جول. حسن حمدي. تجيب لي جول. كان وقتها كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي. وانت لسه صغير برضو. مصطفى بيمسك وحسن بيلم من زي ليبرو. فقلت له يا كابتن ازاي العب يا كابتن ده انا ما بتمرنش خالص. قال لي بس انت اتمشى على خط ال 18. اتمشى بس. مش عايز اديك ثقه كبيره يا كابتن فاطر. لعبت ال 90 دقيقه. ومنها
يعني عملت كم واحدة على مرحوم ثابت البطل الله يرحمه يرحمه وتعادلنا 0-0. بس كان حظك حلو على طول مع الزمالك والأهلي برضو لما بتلاقيهم. أول مباراة ليك ضد الزمالك مع المقاولين كسبته 3-1 وأحرزت هدف في نادي الزمالك بالظبط كان في استاد القاهرة. صح مظبوط كده. وفي نادي إسكو كنا مرة كسبانين الزمالك 1-0. كان شوقي أبو السعود الله يرحمه كان جايب الجول وبعدين هاجمنا وضيعنا أهداف كتير قوي ويجي حسن شحاتة يجيب جون في الدقيقة كام مثلا 86 و88 2-1 وخسرنا المباراة. ده كان الشيخ طه المدرب بتاعنا فكنت حزين جدا اليوم دوت. لكن الكابتن حسن شحاتة جاب الجونين منهم الجون التاني الكرة طلعت قاوت ودخلوها له تاني الملعب وكده الواحد شاف الاستاد ده ضلمه. لكن بنحمد ربنا ان جيت نادي المقاولين العرب وكان حظي كويس ان انا لقيت فيها لعيبه كويسه لقيت جمال عبد العظيم ايوه الجيل الحلو بقى بتاع المقاولين جيل عظيم صفا فضيل ومجدي مصطفى وزمزم سعيد الشيشيني لقيت مجموعه كبيره والكابتن يسر عبد الغني والكابتن لطفي النسيم دول الجيل اللي قبلينا شوية وكان معنا حمدي سيكلا وطلع جمال سالم ونبيل عمار وجانا علاء نبيل كان عندنا هدافين كتير المورين كان جيل عظيم.